في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، تقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بتطوير خدماتها لمواجهة التحديات الصحية التي تواجهها خلال موسم الحج، ومن أبرز وأحدث تلك الخدمات الإسعاف الجوي. خطة الإسعاف الجوي في الحج لها هدف عام، متابعة التموج البشري لضيوف الرحمن من حدود المملكة العربية السعودية إلى نقاط التجمع المواقيت، ومن نقاط التجمع إلى داخل المشاعر، ومن ثم مرافقتهم من المشاعر إلى خارج الحدود. بمجرد أن يتلقى المسعفون بلاغاً أو استغاثة بوجود حالة حرجة، تتوجه المروحية فوراً إلى موقع البلاغ لتبدأ بنقل الحالة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة قبل أن يتم نقلها إلى أقرب مستشفى. قبل تطلع لأي حالة للطائرة لابد أن نقوم تأمين كامل للحالة وإعطاء الإجراء الطبي المناسب، وأثناء النقل نقوم فقط بعملية المراقبة العامة الحيوية وتأكد أن الحالة في حالة طبية جيدة حتى وصل المستشفى. أسطول من مروحيات الإسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة، وبها أطباء ومساعدين وفنيين لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن بالسرعة والكفاءة المطلوبة. إنقاذ النفس البشرية بأسرع وقت ممكن هو هدف وضعه مسعف الهلال الأحمر السعودي المشارك في خدمة الحجاج، وذلك عن طريق الإسعاف الجوي. حمد المحمود، سكاي نيوز عربية، من مشعر عرفة.